السلام عليكم ونصبحكم ونمسيكم بالخير. أنا الآن متجه إلى مدينة توزلا بعد كهف بيمباري، واجهت المنظر الخلاب صراحة. أكثر المدن والقرى الموجودة على ضواحي الشارع تشوفونها نفس المناظر هذه. فمن سراييفو إلى توزلا ما يقارب 125 كيلو، فنقطعها بإذن الله بمسافة كيلوين ونص إلى 3. فهذه الأجواء في شهر 4، والجو مثل ما أنتم شايفين غيم وقاعد تمطر علينا. أنا متواجد الآن في مطعم أفليا، معناته يعني المزرعة حوالي البيت. راح نغطي هذا قبل توزلا بـ30 كيلومتر، يعني قبل ما توصل توزلا 16 كيلو تطلع يسار 14 كيلو. هذا اسمه اللي بيه كبشرة، يعني هو مبدع بالبيت، مخليه نفس الميوزيوم نفس المتحف بهذا المنظر اللي تشوفونه. يعني كل شيء يخطر ببالكم عنده مستغله، حاط كل شيء. نصعد وياكم فوق، خلي البيت كأنه تحفة. يعني صراحة تركيبة المطعم والبيت فكرته، أعتقد ما في خردة يعني موجودة في البوسنة ما هو جايبها وياه. يعني كل أفكار موجودة عنده طالع، ما هو مخلي شيء، حتى الدراجات ماخذها. لما أدخل وياكم هذا المطعم أيضا كذلك، المطعم يعني وإطلالات على النهر، يعني إطلالات على النهر. هذا في فترة الصيف زحمة 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 من البشر. يعني شوفوا ويانا فوق، خلي الدراجات، يعني صراحة حركات يخلي الواحد ما أدري هو يبحث عن أكل في المطعم ولا يصور كل الأمور اللي موجودة هنا. شوف كل الشغلات التحف القديمة موجودة. أنا أحس أنها كأنها ورشة، يعني المشكلة لها زباين، يعني لها زباين يعني كثر. بدخل غرفة أنا وياكم الحين، أبشركم لقينا الدلة، بس ما أدري عندهم سارقينها. الله يستر، حتى السيف موجود، خناجر. يعني صراحة هي فيها فكرة راح أسأل عنها، لأن ما في خردة أعتقد البوسنة إلا شاريها. هذا المطعم من الداخل مثل ما أنتم شايفين، يعني ديكورات عجيبة والطلبات كل شيء موجود عندهم، لكن فيها يعني نوعا ما حركات إبداعية كثيرة. هذا من أكلهم وشغلهم صراحة احترافي أقدر أقول عنه. حط لكم الكباب من جميع الزوايا، يعني فيه حركات إبداعية. وهذا المطعم يعني جدا راقي،
جنب المطعم اللي مريته انا مساء، يعني فيها الجلسة اللي تشوفونها هذا، حاط لك كل الدوة بجنبها حنفية ماي وبجنبها جلسة، اللي بيشوي اللي بيرتب اموره اللي بيستانس فيه عياله. ايضا كذلك فيه المطعم جنب مطعم اللي انا مساء قاعد فيه، مطعم برانا اللي هو معناته السد، هم بعد مطعم جميل ويستحق، يعني اللي بيقضي يومه هني ياخذ جولة اهم حلوة اذا كان في توزلة.